السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي جبناكم سيارات اللي وضعتوها في التعليق. أخوتي اللي خصته أي سيارة يكتب لنا في تعليق نجيبوها له بحول الله. أخوتي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل شيء جديد بحول الله. نبدأ مع السيارة الأولى على بركة الله. بيكانتو 2015 طاقة بنزين محرك 1.87 شوفوا ماشية 180 في كارتيكر الصافية. خوتي السيارة طاولو 178 مليون موجودة في الجزائر دار إبراهيم. قرأوا البطاقة التقنية ملي خوتي قبل ما تعيطوا المولى. كونغو 2018 الطاقة مازوط المحرك 1.96 شوفو ماشية 113 في كاتيجري الصافية. سعر مولاها راه يقول 360 مليون موجودة في شلف. قرأوا البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولى. ماروتي ويسو لاني دمنا في الطاقة بنزين محرك 0.47 شوفوا ماشية 100 كاتيجري الصافية. خاوتي السيارة طاولو 53 مليون موجودة في البليدة. قرأوا البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولى. ياريس 2019 في الطاقة بنزين ماشية 23 ألف كارتيكري الصافية. سعر مولاها راه يقول 335 مليون بريفيكس. خاوتي السيارة موجودة في سكيكدا. قرأوا البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولى. سانسونسينك 1990 الطاقة غاز المحرك لا 11 كاتيجري الصافية. خاوتي السيارة عطاولو 93 مليون موجودة في تيبازا الحطاطبة. قرأوا البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه.